السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شوفوا في الوثيقة هذه وثيقة، هذه وثيقة بمواصفة براءة اختراع أوروبية، مواصفة براءة اختراع أوروبية. في الحقيقة هذا المغربي اللي خرج هذه المواصفة هي نتيجة فيديو آخر لاعتراف فرنسي هنا يعترف فيها باللي أن فرنسا هي اللي بالتعاون مع الصين اللي خرجت كما نقولوا هذا الدواء. برك نوريكم حاجة، هذا الفرنسي كيفاش قام بالاعتراف. هو هنا الفرنسي، شوفوا شو يقول. هذا فرنسي، هذا الشخص فرنسي وهو اللي اخترع هذا مع الصينيين على خفاش. مع 5 أشخاص، شوفوا هذا.